لأن الجو في الفترة الأخيرة كان شوي متقلب، يعني يمكن في الجنوب كان في هناك شوية أمطار خفيفة، كان في هناك أمطار رعدية، واليوم أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذير جوي، قالت فيه أن من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة قد تكون رعدية. من صوتي بدأنا هذه الملامح الأمراض اللي الله يستر إن شاء الله الكل يأخذ احتياطاته. المهم رح يكون في هناك نشاط في الرياح الشمالية الشرقية قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة، يعني واحد شوي يحتاط من ناحية الجو ومن ناحية الفيروسات اللي ممكن تنتشر بالجو. إن شاء الله الله يحفظ الجميع، إن شاء الله ماكو فيروسات. طبعا هذه الرياح راح تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية اللي قلتي عنها، وايد عودة وايد قوية على بعض المناطق، ارتفاع الأمواج البحرية، وعادي أنا أعرف أبو أحمد دائما ما ينزل بالضربات. طبعا الأمواج البحرية من 6 أقدام وفوق، بالتأكيد في كل مرة نأكد على ضرورة تأجيل أي أنشطة كانت برية أو بحرية لحين استقرار حالة الطقس. طبعا أكيد نتابع مع الأرصاد الجوية عشان نعرف شنو نقدر نحن نسوي، واليوم معنا خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان، نعرف مع أكثر عن أجواء الطقس المتقلبة مؤخرة. صباح الخير وأحمد، يعطيك العافية. صباحكم مبارك. عارفك ما تنزل بالضربات أنت تدور السراية الأمواج في التقدم. أشوى فكيت نفسي من البحر وهواله. بالنسبة لنا يوم تكلمتي عن اللي هو الحساسيه وال يعني انا كانه اشك مثلا البرد، وهذا فيني نفس الشيء. أيه. والخمول من كذا يوم وقت ما ينخفض الضغط الجوي، لما يكون في نوع من الهواء الجنوبي الشرقي، لما تكون في رطوبه اعلى، علميا لوحظ ان كثير من الناس يعني يظهر عليهم مظاهر اللي هو الخمول الزايد، وكأن الواحد مريض. انت يوم قلت ان الهواء اي ننطر الهواء الشمال وفرحت الهواء الشمال، دائما فعلا الهواء الشمالي الغربي دائما يعطيك نوع اللي هو الطقس الجاف، والطقس الجاف دائما يريح الانسان اكثر منه بالرطوبه. الشيء الثاني، اذا مثلا اليوم حاشتنا امطار رعديه، كذلك حسب الدراسات احنا سويناها بالكويت وبرا الكويت، حالات اللي هي الربو بشكل عجيب ترتفع بالنسبة لحالات من يعاني الربو اللي هو الخفيف أو القوي. الأقل القوي يكون مشكلة كبيرة، خاصة من يخرج إلى الخارج ومرة واحدة تنزل قبلها بمطار، فالجو يتلوث، وكثير من الملوثات تكون غريبة من سطح الأرض. فالإنسان يطلع فرحان أنه والله مطرة ونزلت وكذا، ويتنفس، أول ما تتنفس زيادة اللي هو السلفات السلفير وزيادة بعض المواد اللي موجودة بالهواء غير الحبوب اللقاح، الآن لاحظوا كل النباتات بدأت تنشف. هذه إيه؟ معناها الصيف على الأبواب، خلاص بدأنا الحر، يعني الأسبوع عزل السوق، عزل السوق يعني. إيه؟ عزل السوق اللي هو حتى بالليل راح تكون الحرارة عالية، واللي هو بداية الأسبوع القادم تشوف الحرارة بالأربعينات، وتشوفون التغير الموجود، وتشوف البوادر الصيف. كل هذا ما دشينا احنا رسميا بفصل الصيف. احنا الى الان يعني رسميا ما دشينا بفصل الصيف، لان مدام في سرايات يعني انت رسميا ما دشيتي فصل الصيف. بعد انتهاء باكر الهواء يعني حتى والطقس الجو مشمس، يمكن نشوف غيم بنص الاسبوع القادم، بعدين يمكن اذا شفنا سحب لفتره طويله جدا، وقد تكون السنة تختلف بعض الشيء إذا كانت الرطوبة وظاهرة الأنينو والرطوبة العالية من بحر العرب مثلا ومن خليج عمان ومن الخليج العربي قاعد يأثر علينا، فراح نشوف أيام فيها سحب في فترة الصيف، بس ما راح تكون بداية شهر 6 و7، راح نشوف يمكن في احتمالات شهر 8 قد تكون كذلك بعض السحب بسرعة تأتينا غير تختلف. يعني معناتها ما راح يطول الصيف عندنا؟ مو راح، لا لا بالعكس، راح شهر 10 شهر 9 وندش شهر 10. لا عشان الكويتيين اللي مولودين بالدنمارك ما يتحلطموا من الحين. مواليد الدنمارك ما يتحلطموا من الحين، حار لا لا حار هذا الكويت بعد الحمد لله رب العالمين. شوف انت زحف الفصول واضح، يعني الان شهر 5 ونشوف اجواءنا الى الان بالليل نسبيا باعتدال، يعني معناها بدايه شهر 6 خلينا نقول الاسبوع الجاي، يعني نهايه شهر 5 بدايه شهر 6 و7 و8 و9 وإلى تقريبا بداية شهر 10 يعتبر الآن في فترة الصيف، بعدها يبدأ الخريف. يعني حتى إذا دلق سيل لا تآمن السيل، والحكي إن الجو والحرارة تغير، هذا حاجة بأخذ خير الحين، هذا خلاص انتهى. إحنا الآن بدينا في تغير واضح في الطقس،
الإدارة الدولية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أصدروا بيان من معلومات مناخية أن إبريل الماضي كانت أعلى سجلت فيها أعلى درجات حرارة عالمياً منذ قرون مضت. حسب ما أمر. بعد إذنك مها أنا هذه النقطة اللي كان ودي أتكلم عنها اللي هي شهر إبريل شهر 4 اللي طاف وهو أعلى درجة حرارة يعني مرت عالمياً منذ سنين طويلة. هو المقصود أن درجة الحرارة في هذا الشهر أم درجة الحرارة بشكل عام؟ لا هي بهذا الشهر يعني عمره ما وصلت في شهر أبريل إلى هذه الدرجة. إلى هذه المعدلات العالية في العالم لأن العالم تسجل درجات حرارة. لما تجي مثل هالمنظمات الدولية ومنظمة الأرصاد الجوية تأخذ المعلومات هذه تقارنها بالمعدلات السابقة. قاعد تلاحظ أن الحرارة مرتفعة ولا تلاحظ إحنا كذلك عندنا السنة دفى في أمطار كانت وفي أجواء تتعدل بس الرياح الجنوبية الشرقية والأكواس كذا وموجات الدفء اللي كانت تحوش أوروبا وأمريكا كانت غير طبيعية في المنطقة. ففعلا يوم شافوا البيانات هذه تبين أن درجات الحرارة قاعد تسجل أعلى درجات حرارة مئوية. خل أقول لكم شغلة وياني بعض في أماكن كانت حوشها ثلج يعني الناس استغربت في الفترة اللي فاتت. شفت التأخير اللي صار في الثلوج واللي قاعد يصير التطرف الغريب في الطقس شيء عجيب. يعني الحين تشوف ثلج وبعدين يومين ثلاثة الحرارة توصل بالثلاثينيات مثلا في أماكن في أوروبا يعني حتى في شمال أفريقيا الآن قاعد يقولون أن حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية خلال الشهر الماضي. بعدين مرة واحدة جاهم البرد وانخفاض كبير في الحرارة. فهالتغير موجود أنه قاعد يحصل شيء في الغلاف الجوي. بعض الأسئلة تهي تقول يعني معقولة أن ما فيه تغيرات مناخية سابقة وانت قاعد تتكلم والناس قاعد تتكلم عن تغير المناخ. احنا قاعد نقول احنا قاعد نعيش هالسنوات هذه فاحنا قاعد تأثر على حياتنا تأثر على اقتصادنا تأثر على صحتنا تأثر على حتى سير اللي هي قوافل التجارية اللي تبحر ذوبان الجليد وغيره قاعد يأثر سلبا علينا. قاعد طالع صور حلوة يمكن ولا اللي هي يمكن تلاحظ كذلك البحر شوية الموج حتى تغير قاعد يحوش البحر تغير قاعد يصيبنا كلنا احنا الآن في العالم. هذا تغير احنا قاعد نعيشه الآن. فما دام احنا قاعد نعيشه زين يجب أن نعمل شيء على أساس نتفادى خطورته مثل السيول اللي قاعد تنزل بالفترة الأخيرة وقرقت مناطق كبيرة وأثرت على دول كثيرة بالمنطقة وقرى مساكين سياراتهم أملاكهم راحت. فإحنا شنو نسوي نقعد بس نشوف الوضع ونسكت مثلا أنه ما في تغير من في الأسوأ. هذه النقطة إحنا عندنا مثلا جسم الإنسان أساسا بيتفاعل مع الطقس. إحنا نعرف أن جسم الإنسان يعني أن أغلبها نسبة مياه عالية لكن متصل لكن أيضا في الجانب الآخر اللي هو كيميائي نتكلم تأثره بهذه التغيرات من ناحية الفيروسات وغيرها اللي حضرتك تفضلت فيها. إحنا شلون نتكيف مع هذه التغييرات شلون نستعد لهذا الفصل اللي جاي راح يكون صيف قاسي. هل الناس اللي بتروح مثلا أوروبا وأمريكا واللي بتسافر مثلا بالصيف شلون تستعد حق الأجواء الصيفية في هذه البلدان أيضا راح تكون غير عنا. حلو أنت الحين مثل ما قلنا في ناس كثير قاعدة بتروح تسافر زين. إذا بتسافرون سنة أنصحكم واخروا عن المدن الكبيرة خاصة أن المدن الكبيرة في مثلا خاصة اللي رايح مثلا باريس واللي العواصم الكبيرة نواحي هذه الدول كلها راح تكون فيها الحرارة مرتفعة أعلى من المعدلات يعني حتى متوقع بالنسبة للمناطق راح تكون أعلى من المعدلات. فالأفضل ولا تبتعد مناطق بعيدة شوية تروح في مناطق بعيدة عنها بر خارج المدينة أساس تكون أجواء أفضل أو تأخذ لك فنادق مكيفة. لا تأخذون فنادق غير مكيفة لأن مثل ما أنت بالكويت أفضل لك تقعد هني منك تروح في دولة تعتقد أن الأجواء تكون والله حلوة وأنك راح تتمتع بالجو الجميل تتفاجأ أن ما تقدر تنام الليل من الحرارة العالية من الرطوبة اللي يمكن راح تصيبك. إذا مو حرارة رطوبة والحرارة والرطوبة مجتمعين تعطيك بعد ما في مثل ما احنا الحين قاعد يحصل عندنا ما ترتاح اصلا وحتى نفسيتك ما راح تكون يعني مرتاحه في مثل هالاجواء فراح تطلع يعني ترجع. فنصيحه لهم ان كذلك يشوفون نختار المناطق الافضل لنا. احنا حتى مثلا بالكويت بنروح البحر جهز نفسك حق البحر. مثلا عندك سان بلوك احنا قاعد نقول عنه وفي ناس دائما تقول شباب للسان بلوكس وتبين فعلا ترى الفترة الأخيرة أن قاعد يصير التجاعيد السريعة
في الانسان بسبب اللي هو ما في اذلال في اذلال في اذلال فوقي. خليني اقول لك شغله ان الان اكتشف يسمونه هذا لا الان اكتشف تلاحظون الان حتى الملابس فيها يو في بروتكشن. انت تدري الشمس تنفذ لك عبر نسبه منها تنفذ حتى لو تحط لك الظل او الاذلال ويدش لك لجسمك اذا انت حتى تحت الماي اليو في الا يقنعني اني احط هذا ما راح احطه احمد لان في اذلال ما يدش الشمس انت رجل ما يهمك لا 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 لكن لا النساء اي ممكن الحريم خلي يحطون هذا غير لازم يحطون بس انا اقصد ان بتكلم عن هذه الخام نعم. في اذلال مال الطراد لا يدش تاثير الاشعه الشمسيه ما يعرف رجل ولا ما عليه صنق وصفره ما يمش خلاص ما يدش الشيء خلاص هو نوع الخام اللي هو لا يدش لا ضوء ولا هواء اذا هذا الشيء يمكن إيه؟ اوكي بس انا قاعد اقول لكم علميا الان يثبت ان الاشعه فوق البنفسجيه تنفذ حتى لو انت تحت الماي وتقول انا بالماي ما راح يحوشني شيء وانت حايش ويهيك زين يعني يرضيك انا يعني ابو احمد يقول لي غوص يعني ودهن نفسك انا مع ابو احمد لان الاشعه انت ايش رايك معه انا لا انا معك لان شفنا ناس تتكلم عن هالموضوع انها تاثرت سلبيا بسبب عدم استخدام اللي هو السن بلوك او الوقت من انا اشوف الفرق لما تحط بمكان ما تحط بمكان الثاني تلاحظ ان هني صار مثلا وردي هني صار احمر وبحترق وبعدين يصير ايضا يعني انا كذي شايف انا أيه. شفت النتيجه وخاصه شمسنا ما راح يعرف والله هذا ريال وهذا مره هذا راح اذا انت يعني هذا لكن احنا نقول حق المشاهدين حطوا هالشيء واستخدموا هالشيء انت اذا تتحمل هذه الامور غيرك ما يتحمل ولا نبي انا ما اتحمل او اني اتحمل الحديث انا ما اتحمل ولا اتحمل احس انه مو حق ريايل من لا ما يصير والله هذا الحكي هذا صدق قاعد اقول لك يعني بعدين يحوشه لا سمح الله اللي هو عنده مثلا عنده لا سمح الله سرطان الجلد غير هذول غير تلقى واحد شاب كنا مشي الأمراض الجلدية هذه هذا أمر ثاني بس أنا الحين رايح البحر نتكلم يعني أنا أتكلم عن سالفة مثلا البحر أو البر أو ترى حالات الأماكن هذه بطبيعتها الشمس تحرقك تحوشك ضربة شمس تعرج بتطيح إذا كنت بالبر تطيح بحفرة يعني حالات هذه متعتها مو اي والله هذا اللي قاعد تقول تدهن بس هذا حق الانسان حق الانسان اللي هو مشكور يا حق الانسان هذا مشكور احمد الانسان يتشوله خلينا نتكلم مهتم في نفسه اللي مثلا هذه قناعه خلينا نتكلم عن الويكند ابو احمد شنو راح يكون الجو وين نروح شنو نسوي بالنسبه ما على بالنسبه حق اجوانا استخدموا ترى كريمات فانا انصح راح ان شاء الله يبقى استخدموا ابو احمد يقول استخدموا لا تبي ليش لان فعلا الان ضروري بسبب اللي هو ثقب الاوزون اشعه فوق البنفسجيه وعلميا نثبت هذا الشيء كثير من صار المهم مثل بالنسبه لاجوائنا اليوم للحين احتمالات موجوده بعد العصر شويه حق يمكن سحب سرايات خفيفة جدا تكون متوقعة الهواء راح يكون شمالي شرقي البحر ليه الحين ترى في احتمالات موج مثل ما لاحظتوا الصبح مرة واحدة فجائية وقد تكون هذه آخر سرايات قاعد تمر علينا هذا اليوم الهواء يقلب الليلة إلى شمالي غربي من باكر الرطوبة تبدأ تخف يعني حتى اليوم جو رطب ملوث إذا واحد عنده رب والله يطلع بصراحة أنصحهم خلكم بالبيت إلى أن تتحسن متى يرخ الهواء شمال غربي باكر خفيف متى يزيد يزيد العصر باكر العصر بالليل الهواء الشمالي الغربي عاد يعتدل ويستمر يوم السبت الهواء معتدل الهواء قوي وجو جاف راح يكون ليه يوم الاثنين الرياح تكون كذا وبس المويه شويه المعتدل يوم السبت باكر خفيف يعني ليش كسرت اللي هو الجنوب الشرقي وبعدها في بعض السحب يوم الثلاثاء والاربعاء ومن ثم خلص الحراره بالاربعينات والهواء الشمالي غربي وكل عام انتم بخير والصيف يعني بدا راح يبدا وكله شمالي غربي الى بدايه شهر هذا اللي تزين الحمد لله على كل حال بس حطوا سن بلوك يعطيك العافيه ابو احمد خبير الارصاد الجويه الاستاذ عيسى رمضان على هذه النصائح اللي يستمر في انه يعطيناها عشان نحمي نفسنا من الاشعه ومن الشمس ومن الحر وما شاء الله ترى في ناس تاخذ بالنصيحه في ناس ما تاخذ بالنصيحه انا عارفه انا شايفه أنا ما راح أخذ وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله والمزيد من الأخبار على برنامجكم العالم هذا الصباح شكرا على حسن المتابعة شكرا لأسرة البرنامج وشكرا لك نجيب شكرا لك شكرا لكم مشاهدي الكرام شكرا لأسرة البرنامج إلى اللقاء إلى اللقاء ما نحط